ياسين زوميتي بزاف زوميتي بزاف دريت اللي كنعرف في المغرب ابلوكيوني ابلوكيوني ما خرجوا معايا كيكتشف كيجاك العالم اخر فهمت فيه والو باقي ما شتي فيه والو باقي ما انا نديك دابا تشوف ان شاء الله نديو دابا لواحد البارك نشوف غير شي لعيبات فهمتي شويه ديال شويه نتلاقاو مع اسيله حلويات ما مساليش عنده شي لعيبات شاغلين وفهمتي ما قادرينش نتلاقاو معاه دابا مي غادي نتلاقاو معاه ضروري هاد اليومين غنديروا شي باربيكيو ولا شي لعيبه دابا غادي للمردوخ عاد شحال دوزنا في ديك مردوخ ولا الدراري ديال كازا عارفين كلشي اول ربحه ديال الموتور جبتها في ام 5 في الدوره ديال ام 5 ناري جبت اول ربحه ليا وكانت معايا دري يلاه الفيديو كامل غد الفيديو كامل غدوز وكدير بحال هكا يلاه بحال لندن كلها تران كلها تران ورا كلها تران لندن اول دوله في العالم دارت السكك الحديديه راه كانت امبراطوريه ديالها غير السكك العاديه راه بنوا العالم نص العالم بنوا ديال السكك الحديديه راه غير ديال البريطانيين ياسين صافا دي 17 اتاج مش ديا شوف يا حيدك الماسك دي 17 اتاج توين سيلتر بصراحه بصراحه دابا ما يبانش ليهم في الكاميرا حيت انا كنت كنشوف فلوج ديالك عاود لهم هاد اللعيبه راه ماشي بحال في الكاميرا راه بحال في الحقيقه الكاميرا ما تقدرش توصف لكم الصراحه بزاف بزاف لندن از لندن از بشكل عرفتي انا كيش كيكون ملي كتكون الدنيا عامره وداكشي وعاديه الدنيا زعما حيت دابا حنا باقيين في الكورنتين باقي ما خصناش نخرجوا للعيبات ملي كتكون الدنيا عاديه راه بنادم راه بزاف وجالسين هنايا ولي بارك واللعيبات فهمتيني والبوليس ما مورانا نخلعوا البوليس كيخلعوا شوف البوليسي كيدوي معاك بالانجليزيه ماشي هو البوليسي كيدوي معاك بالعربيه انا نقول نهار وقفوا عليا انا بموطور ما كذبش عليكم خليت حياتي يا عيني اللي حسيت بها كتقول لي احتراماتي من لا احتراماتي الشاف كتبغي تقول لي راه كنعرف واحد الكوميسير ديالنا حنا ديالكم راه ديالكم فهمتي كاين تما ينط ويلا معايا وبلونجلي ها القاضي هذه شي ضربه كتشري عندي الحبس كيقول لك ثانكيو تقول لي ويلكم ما تزيدش مع الهضره اش غتقول 20 عام دابا خرجنا من الاندرغراوند غادي دابا نشدو أشدو أوفر جراوند أشدو دي إلا فهمتي أشدو تراموي تراموي جديدة خويا باش تعرفوا خويا راه شوية فهمتيني شوية هروي شوية هروي دو بليس غادي تزيد واحد 10 بوند هنايا هي 150 درهم غتخلصها باش تطلع في الطوبيس ما بقاتش في داكشي طويل ما بقاتش شحال كتخلص معلم كاين هروي جبد الفلوس وي هروي بالفلوس ديالو هادي كوين اليزابيث يلا خلصها كوين اليزابيث دير شي شحال بوطون واش غنطلقو طياره زونطريز ديال شحال بوطونه صبر غتخسرها يلا دابا غنوريك الهروي غنوريك كيفاش غدير اذر تيكتس ترافل كاردز انا براسي شتو الهروي داكشي علاش ما نخلصش في هادشي غنخلص لك غنعلقو قدروا نسلتو شوف سليت هو في العالم كامل كاين سليت والله خلصت وداش ما خدامش انا تنخلص الضريبه باش ما نطلع في هذا ما خدامش زيد معايا راه تتولي فيك العياقه تتولي فيك العياقه مع الدوله انا تنخلص لي طاكس نطلع في داكشي خدام الله يخليك دابا نطلع خويا الغزال نطلعو في واحد التران كيسوق راسو براسو هذا ما فيه حتى واحد هذاك اللي فيه البارح فيه واحد كيكون غير جالس هذا ما فيه حتى واحد هذا كيمشي غير راسه سميتو دي ال ار فهمتيني اوتوماتيك كامل ما كاين حتى واحد كيسوقو ما كاين حتى واحد حاطيه كلشي داكشي كيتخدم من الكنترول ستيشن ها هو غادي دابا باقي موصلنا للسونتر فيل دابا تقريبا خسرنا كيم تكليو اللي غنكريوها اوه تران هبطنا من النوط في تراموي خسرنا 150 درهم زوين هاد النوطاج هادو كانوا ناقصين هادشي تعلمك حاجه ما في اجمل من المغرب
كنقولها ونعاودها. That's what I'm saying. That's what I'm saying. هذا كيبقى كيبقى الديسيزيون ديالي انا فهمتي بيرسونال اوبينيون ديالي كنشاركو معاكم. اما راه كل واحد عنده الاوبينيون ديالو كنتحكم حتى اوبينيون والله يسهل على الجميع فهمتوني. ودابا غادي نركبو في التران خويا الهروي غادي نخلص 150 درهم 150 درهم غير هذا ما نسيتي حتى الجوبيلي اللي خلصت انا ما خلصتوش انا حيت ما خلصتش ماشي كتقرا اقلي له ولي الثقافه انايا الثقافه شي انت دابا في 24 ساعه الاولى باقي ما كملاتش ديالك فون فبلا ما تقول واو واو واش مشي واه تسنى انا غندي خويا ندورو غادي نساري مزيان غا هو يخلص على راسو الغربه هادي فهمتينا غنخلصو كلشي بالنص ماكله بالنص كرا بالنص هاد الاخرى غنمسحها ولا شفتو هاد الانسان هذا غاديروا لي زياد شنو هي كيف تصوروا كديروا لقينا بالصدفة غير بالصدفة كنا غاديين سبحان الله نتلاقى بالصدفة بالصدفة في لندن ما كانتش في خبارنا ما كنتش كاع عارف وانا كاين هنا الدريات اللي كنعرف في المغرب ابلوكيوني ابلوكيوني ما خرجوا معايا دوني كنضحك كنضحك عندك عادي ضحك انا نقول يلا كنت غندير لك وملي غترجع للمغرب اش غدير وملي غترجع في الصيف يلا ندخلوا شنو هذا نفق نمشيو لهنا واحد النفق اللي غيدينا فين البلاصه غندخلوا النفق غيخرجنا تحت الماء يلا هذا النفق تبنى في 1882 اوه غادي واو 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 God damn it القادوس ديال الدلفين القادوس ديال الفيران هادو كتشوفهم افلام الرعب فهمتيني تم 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 ماشي غير هادشي لا هادشي اسمي يا كيتا نمشيو عند الدراري كنخليهم اللور ما تندير لي سينيماتيك وداكشي فهمتي تنتعذب اخويا راه واخا كنقول ليه هروي راه الانجليزيه انا وياه عندنا في الدم باي ذا واي واش عارفو فهمتي No, I can change my accent. We speak American accent, by the way. We don't speak English accent. And you know why? Different. Because I used to watch American movies. We were influenced a lot by the movies. American culture, more than the UK culture, which is totally different when you come to live with these people. Yes. Pronunciation is different. It's a little bit harder as well. تحية خاصة ناس بالإنجليزي. أنت حتشوا جميع اللغات اللي. برضو أتكلم مصري يعني أحسن مصريين برضو. منوفية عايز حاجة ملوخية عايز حاجة كده ولا كده. محمد رمضان. تعرف نمبر وان. نمبر وان. هنا هذا مقيدنا دابا شوف دابا حنا حتى حنا بحال الحمير غاديين معاك انت عاد نشوف با الكوراس نفس تحت السراب واحد الحاجه غنشرحها لك ياسين عافاك بحال هاد اللعيبات ما تبقاش ديرهم هاد الشده هادي اللي انت داير دابا وهاد الغوز هاد الغوز اللي انت لابس راه ما خدامش ليك سمعتي جاي راه ما خدامش ليكم سمعتوني سمعتوني مزيان
هادشي هادشي كامل كيكون عامر لان ثقافه البارك هنا فهمتي. ياسين زوميتي بزاف زوميتي بزاف ياسين 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 قلت لي زوميتي بزاف. اش باغي دير دابا؟ ما كرهتيش دير شي لعيبه ما كرهتيش. ويلي 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 مع الغوز عشيري جري 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 دردك. راح نتجرى الخيط راح نتجرى العود راح. يا سلام البال يا سلام. اشهد حركات اشهد الحركات توعدتي تخبر معاك توعدتي توعدتي يا طلعنا واحد طلعه دابا طويله جا بصح طويله سخفت سخفت بفي ليتر. My young boy got a stick like Moses with the Israelites. Tell them up boys it's on set. They ain't outside, they stay inside. Vlog live ديال هذا قتلتونا. Exactly. شنو من دار؟ وين نقطعوا الحدود؟ يلا سير. اوكي رد فعل ديالك في اول 24 ساعه هنايا في لندن. عطي شي كلمه للناس اللي باقيين ما جاوش. كمل دوي يس يو الناس اللي باقيين ما جاوش لندن. 24 ساعه اللي دوزت هنا نورمالمون خص الانسان يجي لندن حيت فاهم يتشاد. الا ما عندكمش شي 70 مليون بلا ما تجيو لندن بلا ما تجيو لندن. Tequila. I say hey, hey, yeah, yeah, yeah. How you doing? I am not no regular. My life is like a movie.